معانا يا فندم. اهلا حضرتك يا فندم والساده المشاهدين. خليني افهم بقى مع حضرتك واحده واحده والناس كمان تفهم، هو كده هل كل مواطن تم ايقاف الدعم التمويني عنه فيما يخص سرقه او سرقه الكهرباء، كده هيرجع ليه الدعم الشهر اللي جاي؟ خليني بس اوضح لحضرتك ان احنا دايما بنتدرب نتابع الشارع بنشوف اي رد فعل للقرارات. كويس. دوله رئيس الوزراء بايقاف مؤقت لبطاقات التموين لسارقي التيار الكهربي، لسارق التيار الكهربي ده بيسرق كهرباء، فبالتالي بيأثر على تكميل الشبكه، وبالتالي بيحرم حضرتك والساده المشاهدين والتيار الكهربي بينقطع عنا نظرا ليه هم ما بيدفعش ثمن الكهرباء اللي هو سارقها ومش داخله اصلا في احتراق الشبكه. كويس. وبناء عليه تم ايقاف بالتعاون مع وزاره الكهرباء كان ملف اللي محرر ضدهم محاضر سرقات كهرباء، وتم فعل ايقافهم اعتبارا من الشهر الحالي. بمتابعتنا اللي هي ما بيحدث على الارض فوجئنا ان بعض الناس زي ما حضرتك اشرتي في المقدمه ان هم ليسوا سارقي تيار كهربائي، لكن هم بياخدوا تيار كهربائي بدون عداد ولكن بشكل شرعي بمعلوميه الدوله وبمعلوميه وزاره الكهرباء، وبيدفعوا فعلا مبلغ مقطوع وده يسمى بالممارسه. درسنا الحاله وتناقش معالي وزير التموين مع معالي وزير الكهرباء في هذا الموضوع، واتى صاحب واخذنا ملف اخر بيحتوي على الساده المواطنين اللي هم عاملين ممارسه ولا يعدوا من سعر الكهربائي، وتم مراجعتهم وان شاء الله زي ما حضرتك اشارتي واشار قرار معالي الوزير اعتبارا من 1/11 هيرجع بطاقه ثانيه. عدد المستفيدين من القرار ده قد ايه يا فندم؟ والله للاسف انا بره المكتب فالارقام مش معايا. مش مع حضرتك الارقام، طيب. مش معايا الارقام. طيب خليني بس عايزه كمان اسال حضرتك سؤال مهم، احنا كده من كلام حضرتك احنا في داتا كامله للمواطنين في وزاره الكهرباء وفي وزاره التموين. عشان النقطة دي مهمة، وبما ان حضرتك بقى في مسألة رقمنة واكيد ممكن هتفيدني في المعلومة دي، كده احنا عندنا كل المواطنين اللي عندهم عدادات ممارسة دي مقيدة داخل وزارة الكهرباء، وكل المواطنين اللي هم نفس الأسماء دي هتبقى موجودة عند حضرتك في قاعدة البيانات. تمام. صح كده؟ أنا ما بتعاملش مع الاسم، أنا بتعامل مع الرقم القومي. مع الرقم القومي. بالظبط. طيب. هو ده الفيصل بالنسبة لي. طب هل بقى في نيه مثلا ان احنا في تصالح الناس اللي حابه انها تدفع حق الدوله اللي هم فيما يخص موضوع الكهرباء اللي هم سارقي الكهرباء علشان يرجعوا مره اخرى لبطاقات التموين؟ دوله رئيس الوزراء كان واضح في قراره ان هي ليست لغاء لبطاقات التموين ولكن هي ايقاف الدعم لحين القسم القضائي. فالكلمه الاولى والاخيره في هذا الموضوع للقضاء. تمام. طب انا بقى سؤالي الاخير، لو مواطن من اللي هم مقصودين بهذا القرار واللي هيرجع لهم الدعم من 1 نوفمبر، لو اكتشف ان اسمه ما نزلش ممكن يعمل ايه يا فندم؟ هل في رقم يتواصلوا عليه؟ هل في هذه الحاله هو التواصل بيتم مع، لان انا ما عنديش معلوميه ان هو ممارسه ولا لا، قاعده البيانات مش عندي. هي قاعده البيانات موجوده في وزاره الكهرباء، بمجرد ما هو بيثبت ان هو ليس ممكن يكون هو كان محرر له محضر سرقة الكهرباء ثم عمل الممارسة، فهذه الحالة هتقف البطاقة. فالمنوط هي تدقيق هذه البيانات هم الزملاء في وزارة الكهرباء. يعني هو الأول يجيب ما يفيد من وزارة الكهرباء أن هو أصبح لدي هو بيبلغ وزارة الكهرباء وهي اللي بتبلغني، يعني مفيش اتصال بيننا مباشر في هذا الموضوع. تمام. بيحل المشكلة أو بيحل هذا الموضوع مع وزارة الكهرباء في حالة، بس ما كلامي بقى واضح ان هو ممكن يكون حاليا هو ممارسه. حضرتك لكن هو اصلا كان سارق. هو لما كان سارق راح عامل الممارسه، ففي الحاله دي هو برضه لا يزال عنده قضيه. صحيح، وبالتالي فهننتظر لفصل القضاء في هذا الامر. بالظبط يا فندم، احنا في القضاء. انا بشكر حضرتك جدا على وقتك دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا على وجودك معانا يا فندم.